له بيانا على صفحتها الرسميه قالت فيه انها ستلقي من ايديها زجاجات المولوتوف وسترفع الكارت الاحمر مع شباب حمله تمرد. هذا ما نجحت فيه الحمله. عشان كده احنا النهارده بنؤكد ان الدم المصري سواء حرام بامر هذا الشعب المصري العظيم. من المحرم ومن المجرم ان يحمل مصري سلاح على اخوه المصري. قوتنا ستبقى في سلمياتنا. اثنين، لازم نأكد ونتساءل أين دور الأجهزة الأمنية المصرية مما حدث اليوم في كفر شكر والأتوبيسات اللي كانت ذاهبة إلى رابعة العدوية تحمل مئات من الأسلحة، يعني معهم أسلحة وذخيرة وتم ضبطهم وهم تم أو حسبوا أو قيل أنهم منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين. خلينا نقول إذا كان أتوبيس واحد أو أتوبيسين هو اللي تم ضبطهم فنحن اليوم لا نعلم كم أتوبيس مرة ووصل إلى رابعة العدوية. إذا كان هناك من يريد إرسال رسائل لإرهاب الشعب المصري فإحنا بنقول إن ملايين المصريين نازلين بكرة بشكل سلمي جدا أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير بعد بكرة يوم 30 يونيو وإنه مش هيرهبنا هذه الأسلحة ولا ما تحاول جماعة الإخوان المسلمين تسريبه حتى تخيف الشعب المصري. الشعب المصري مش بيخاف، الشعب المصري مش بيتهدد، الشعب المصري هينزل عشان يدافع أن الأخطاء التي حدثت في المرحلة الانتقالية نحملها كاملة إلى طنطاوي وعنان وهذا يعني لن يؤثر على علاقة الشعب بالجيش المصري. وأن الجيش المصري في حال محاولة جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتها الاعتداء على المتظاهرين المسلمين فهو مطالب بحكم واجبه التاريخي أن ينزل لحماية الشعب المصري. هذا ليس معناه أننا نتحدث عن الحكم، وربما كان بيان الفريق عبد الفتاح السيسي واضح جدا وهو قال لا نريد أن نحكم، لكنه قال شيء مهم أنه الشهامة أو المروءة لدى الضباط المصريين تمنعهم أن يتركوا أبناء شعبهم أن هم يضربوا. وبالتالي بنؤكد مرة أخرى الجيش المصري جيش الوطنية المصرية ونحن في حملة تمرد من البداية نحمل وكنا أول من هاجموا المجلس العسكري على أخطائه ونحملها كاملة على طنطاوي وسامي عنان. أخيرا ونحن في حضرة الحزب الناصري لا يسعنا إلا أن ندعو كما دعا جمال عبد الناصر: اللهم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على الجنة.